اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد. النهارده هنعمل مع بعض اكلات سهله جدا وبسيطه وان شاء الله جميله. هنعمل مع بعض النهارده تورتايه السمك بالرز، وكمان هنعمل تورتايه العنب، وهنعمل معاهم سلطه خضراء، وكمان هنعمل سلطه الطحينه بالزبادي، وكمان هنعمل عصير عنب. مربى العنب هنعمله عصير النهارده. يلا بينا نبدا الحلقه. ودلوقتي هنعمل مع بعض تورتات العنب. اما تورتات العنب دي تورتايه زي ايه بالظبط؟ يعني اقول لك الطرت، شبه الطرت كده، بس احنا هنحط لها عنب النهارده، وهنحط لها طبقه عليها، فهتبقى ثلاث طبقات، عشان كده سميناها ايه؟ سميناها تورتايه. التورتايه دي متكونه من ثلاث حاجات، عندنا عجينه الطرت، وعندنا كريمه عليها، وعندنا كمان عنب. ايه العجينه عندنا اللي هنعملها؟ مقادير العجينه بقى، عندنا كوبايتين من الدقيق، 3/4 كوباية سكر، وعندنا كمان كوباية زبدة وبيضاية ورشة ملح. دي العجينة. هنحط عليها ايه؟ هنحط عنب مع سكر، هنغليه على النار. وكمان عندنا ايه؟ عندنا نص كوباية سكر بودرة، كوباية كبيرة كريمة لباني، وصفار بيضتين. سهلة؟ يبقى احنا عندنا التورتاية دي متكونة من ثلاث اجزاء. اول جزء العجينة، كوبايتين الدقيق، نص كوبايه السكر او 3/4، وكمان كوبايه الزبده، والبيضايه ورشه الملح. ده هنعجنه مع بعض كويس، وبعدين هنحط على النار. هنحط العنب الاول مع السكر، ياخد غلوه على النار، يبقى قرب المربى مش مربى كامله. كمان في الاخر هنخلط السكر، نص كوبايه السكر مع كوبايه الكريمه اللباني مع صفار بيضتين. نبدا اول حاجه عشان تاخد معانا وقت شويه، هنحط العنب. معايا سكر، انا هخليهم ايه؟ يغلوا مع بعض شبيه ايه؟ بالمربى. حط حبه ميه صغيرين، يعني غلو كده بس، مش عايزاه يبقى مربى ولا حاجه. طبعا ده عرق ما فيهوش بذر. خلاص، ونيجي هنا نعمل الخطوه الثانيه اللي هي العجينه. الخطوه الثالثه دي مش عايزاها دلوقتي، لان لسه هدخل الفرن شويه واطلعها، وبعدين ايه؟ احط الكريمه الطبقه الثالثه كده جنبي هنا. الحاجات بتاعتي نجيب اول حاجه السكر مع السمنه او الزبده، الزبده طبعا احسن كتير. ونخلطهم مع بعض. استنى بس ايه، فضي الكوبايه كويس عشان المقدار بتاعنا ما يبصش. هنخلط بقى السكر مع ايه؟ مع الزبدة كده كويس. انا مش عايزة عجن جامد ولا حاجة، انا عايزاها بس ايه؟ يختلطوا ببعض كويس.
اديها ايه ضربه كده بالمضرب عشان احط لها البيضه كمان وتضرب، وبعدين بعد كده احط ايه الدقيق، بس مش حاجه تانيه غير كده. وطبعا مع الدقيق رشه الملح. دي عامله يبقى زي عجينه الطرد وقريبه قوي من عجينه البتيفور. لو عايزاها تنفش شويه هتحط لها ايه بيكنج باودر، مش عايزاها تنفش هي كده كويسه. دي خلاص سكر خلاص، معانا الدقيق دي كده والبيضه ورشه الملح. حطينا هنا ايه، حطينا هنا كوبايه الزبده معاها ايه 3 ارباع كوبايه السكر. نبدا نضربهم. احس بس كده ان الزبده بقت تبقى كريمي شويه، وكمان يعني السكر بدا يدوب. حط البيضايه ونضرب. مجرد بس البيضة ما خلاص اختفي خلاص، مش عايزه حاجه تاني غير كده. بس كده يعني سهله جدا ما فيهاش حاجه. هنحط بقى الدقيق ورشه الملح. بسم الله الرحمن الرحيم، مره واحده على طول. حبستها كده خلاص على بقى. هيبقى عندنا ايه بقى خلاص اللي فاضل يتعمل؟ فاضل عندنا وش الكريمه. نشوف اول العنب بتاعنا عشان نذاكر كده ندفع عليه. ممكن كفايه عليه كده، سيبه بقى ايه يبرد شويه يهدى، وممكن احطه في البوله تاني علشان ايه يبرد بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم كده. خليه بقى يهدى كده شويه ونكمل عجين الطرط بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نقلب بقى كده ونفرده في صينيه. مش مهم يكون مدهونه لاننا عندنا كميه الماده الدهنيه كتير جدا، مش محتاجه دهن صينيه ولا حاجه خالص. هي نفس عجينه الطرط بالظبط.
اعجنها بايديا برضو، اقلبها بايدي بقى. طبعا لو لاحظت ان هي محتاجه دقيق نحط لها دقيق، مش محتاجه خلاص انا حاسه كده ان هي طريه زياده عن اللزوم شويه، زي حبه دقيق صغيرين. نحط لها حوالي معلقه، بس كده خلاص هي كده كويسه. تسيبيها بقى ترتاح شويه صغيرين وتفرديها في الصينيه. يعني ممكن تسيبيها نص ساعه كده ولا حاجه وبعدين تفرديها في الصينيه، بس انا طبعا مش هسيبها دلوقتي ولا حاجه، انا هفردها على طول كده. بس هي كده كويسه ان شاء الله. نجيب بقى صينية وهننزل فيها العجين كده. زي ما قلت لك مش محتاج ان احنا نحط له ندهن الصينية لان هي فيها مادة دهنية كتير جدا. طبعا عايزينها سمك صغير خالص، حاجه رفيعه كده زي البسكوته. بس ايه، هطلع فاصل دلوقتي ونرجع نكمل مع بعض بقى الصينيه. فاصل ونواصل. على قد الايه، على قد الايه. ورجعنا من الفاصل ودلوقتي ايه بنكمل مع بعض تورتايه العنب. احنا عملنا العجينه واستويتها كده ورفعتها من الحرف شويه، عملت لها سور كده، بتزق بايديك العجينه تعمل لها ايه سور شويه لفوق كده عشان لما ننزل عليها العنب ما تلزقش في الصينيه وتتحرق. سور كده صغير. كده. بس كده. العنب طبعا برد شويه اهو. ابدا. ننزله كده. انا هنزل معاه من العصارة بتاعته دي بس مش كتير. كده. بس كده نوزعها كده عليها وهدخلها الفرن بقى دلوقتي. تاخد ايه؟ هات شويه بس من السائل ده كمان كده. بس كده. حطها في الفرن بقى في الرف الوسطاني على درجه حراره 170. هتاخد يعني ايه ثلاث ارباع سوا. وبعدين احط عليها ايه الكريمه دي. يجي بس. نجهز الكريمه مع بعض برضو عشان ايه وقت ما تطلع على طول احط عليها دي وادخلها تاني الفرن. يعني هي مرتين هنحط الكريمه اللباني كده. سكر البودره. وصفار بالطين. بس كده نشيل دول ونجهز الكريمه نضربها ونسيبها جنبنا
عشان مش تاخد وقت معانا خالص، يعني هتاخد وقت قليل قوي. 10 دقايق كده تكون خلاص ايه دخلت في 3/4 السوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا بعد كده بقى اعمل ايه الغدا بقى. بس كده احنا بقى دي ايه هنخليها جنبنا كده تطلع الصينيه، نروح حاطينها عليها ومدخنها واخدينها ايه حبه سوا في الفرن تاني. بس كده هناخد بقى معانا نعمل الغدا بتاعنا. هنعمل السمك اللي بالرز طشطشه بس كده نمسحها. عندنا سمك فيليه قد كيلو كده، نص كيلو رز، دقيق عشان نعفر بيه السمك، وعندنا كمان ليمون وبصل. نجيب الحله اللي هنعمل فيها بقى ايه الموضوع ده كله الاول. هنعمل ايه؟ هنشوح السمك الاول. اقول لك هنعمل ايه دلوقتي. بص، وكمان عايزين ملح وكمون. تمام، بس كده. اول حاجه هناخد السمك بتاعنا كده ونحط له ليمون وملح وكمون بس، حبه ملح كده، كمون، معملناش النهارده بالثوم، لا ده تتبيلته النهارده كده، ملح وليمون بس، حبه ليمون كويسين كده بس كده، يعني حوالي عصير ايه عصير ليمونتين. نقلبها كده ملح وليمون وكمون. يبقى احنا كده حطينا ايه الفريه بتاعنا بملح وليمون وكمون، ونسيبه على جنب يعني حبه صغيرين خالص. عمال محمر البصله بس، اغسل ايدي بس. يعني احنا بقى المفروض احنا بنسيبيه يتنقع كده نص ساعه ولا حاجه، بس احنا هننقعه فتره قليله. على ما قبل ما احمره احط البصله، هتاخد معايا وقت شويه على ما ايه السمك ده يبدا ان هو ياخد نفس شويه يشرب من الليمون. احط زيت، معلقتين زيت كده، ونشوح البصله. البصله دي هتبقى هي القاعده بتاعه الايه بتاعه السمك كده. خليها دايره دلوقتي عشان ده انا مش عاوزه غير دلوقتي، انا هعوزه بعد ما احمر السمك. انا الاول هاخد البصله تشويحه واركنها، احمر السمك واحطه على ايه على البصل ده. طبعا معانا الملح، كمون خلاص، وده الدقيق اللي هعفر فيه السمك. احط له ملح واقلبه بقى ايه يديله لون، انا عايزاه لون مصفر شويه. عندنا كمان كركم عشان الرز.
كده. انا هجيب بقى ايه كزرونه تانية واحط فيها الميه بتاعت الرز، وهغلي الكركم مع حبه الملح مع حبه كمون، ممكن حبه كزبره ناشفه، يعني حبه توابل كده عشان كمان يبقى لون الايه الرز صفرة كده شكلها حلو كمان، يعني هو طعم وريحه الكركم مع البصله كمان بتبقى حلوه جدا كده. صفرها بس شويه. بتحبيش البصله تبان ممكن تعمليها بصلايه مبشوره، بس انا عشان هعملها قاعده للسمك ان السمك ما يتحرقش فانا هسيبها ايه زي ما هي كده عشان السمك يستند عليها، عشان كمان لو حبيت تقلبيها كلها ممكن جدا. قرب يدبل اهو، خلاص هو يدبل واشيله بالحله كده واركنه وابدا احمر في السمك بقى. اديله تشويحه كده مع دي يعني نص سوا او ثلاث ارباع سوا، المهم ان اديله سوا في الطاسه عشان لما احط عليه الرز ما ايه ما يفتفتش، عايزاه يمسك نفسه. السمك كده اللي فوق تحت اللي تحت فوق علشان يشرب كله من العصارة بتاعت الليمون. أكلة برضو سهلة، الرز والسمك كله في حاجة واحدة، اتنين مع بعض. طبعا السمك مغسول كويس جدا بدقيق، خلي بالك اغسلي السمك برده بالدقيق يعني، واعيه في حبه ميه وخلي صغيرين قوي بس شويه صغيرين عشان ما تشميش اي ريحه زفاره. دايما اي سمك تغسليه وتنقعيه في خل ما تشملوش اي زفاره مهما ياكل السمك دوت، الخل بيضيع زفارته جدا. هيبدا ياخد لون اهو خلاص، واشيله وابدا اعمل في السمك. هو كده خلاص كده كويس قوي، وهطلع فاصل صغير ونرجع نكمل بقية وصفتنا. فاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل وجبت ايه ميه قد الرز بالظبط، حطيت فيها ملح وحطيت فيها كاري وحطيت كمان كمون وحطها على النار تغلي عشان تبقى دي جاهزة اسقي بيها ايه الرز. طيب هنا كده نيجي هنا بقى الحلة دي اهي، حلها جنبنا كده، وعندنا السمك والدقيق نولع الزيت، وهندي تحميرة للسمك اللي بالليمون. للسمك عاملين له ايه ولا حاجة خالص، حاطين ليمون وملح وكمون بس. بس انا لما جيت غسلته بحبه دقيق وغسلته وبعدين حطيته ايه في ميه وخل حاجه بسيطه كده وخلاص. كل حاجه بسيطه وسهله جدا، بس هي ايه الترتيب اهم حاجه، نرتب نفسنا كل حاجه تبقى سهله ان شاء الله. في كل حاجه الترتيب مهم، في شغلنا وفي بيتنا
وفي كل حاجه، كل حاجه في حياتنا كلها الترتيب مهم جدا. كده انا مسك كده، نعفرها بس حاجه بسيطه كده. بس كده حاجه بسيطه خالص. طبعا الليمون ده هيديكي ريحه وطعم جامد جدا للسمك. شويه لسه كده، تعفيره بسيطه يعني، مش زي ما بنقليه كده ونبقى دكينه بالدقيق، لا. طبعا السميكه دي بتاخد ايه وقت اكتر على النار. نجرب كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس. اخر واحده خلاص، احنا على طول ناخد بقى من التحمير على ايه، على الحله على طول. نغسل ايدي. كده هنجيب حله ننضف بقى هنا تحتينا. خلاص اكله خلصت، والحلو كمان قرب يخلص، يا دوبك هيستوي واطلع احط الكريمه وخلاص، يبقى كده الحلو بتاعنا خلص، والاكل كمان الرز اتحط وخلاص، مفيش حاجه تانية. حبه سلطه خلاص تعملوا جنبيها، وكده غدا النهارده بالحلو بتاعه سهل جدا ان شاء الله. كده شوف شربت كل الليمون اللي انا حطيته لها للسمك، شرب الليمون كله، حتى هو بيتقلي نطلع ريحة ليمون حلوة جدا. ناخد راحته كده شوية، نجيب هنا جنبنا. اطلع واحطه على طول في الحلة، عشان كده ايه يعني نحاول نقلل الدهون اللي بنحمر فيها البصلاية، عشان لما اطلع هنا دي فيها دهون برضو فيها زيت، فكفاية قوي كده على الرز بقى. احنا بنحاول ندخل السمك اهو باكلات كتير سهله، واولادنا يحبوها عشان جديده شويه، مش كله مقلي وصينيه بس، لا بنجدد لهم اهو عشان ياكلوا السمك كتير ان شاء الله. ميه غليت اهي بتاعت الرز، اطفي عليها
بس كده خلاص. هي بقى الغليان بتاع الكركم والكمون والحاجات دي خليها الحته حلوه قوي. نرص بقى هنا كده. عايز تعمليها صينيه ممكن تعمليها صينيه، لو مش عايزاها في حله. كده حتى كمان من الطبقة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده طبعا دي ايه اتخن شوية، تحوط اكتر حبة. جهز جاب لنا الرز كده. طبعا احنا حطينا ملح وكمون وحطينا كل حاجه، مش محتاجين نحط حاجه ثانيه بقى خلاص. حبه صغيرين وخلاص على كده. طبعا لما نحط الرز مش هنقلب، نخلي بالنا كويس جدا. احنا هنحط الرز وعليه الميه ونسيبه زي ما هو كده. لسه شويه ممكن تعمليه باي نوع سمك تاني، يعني اي نوع سمك ممكن تعمليها بيها. مثلا لو هتعملي بس فليه، يعني فليه بولتي، فليه بياض، فليه اي نوع من الفليه ممكن تعمليه بيها. بس في شوك صعب قوي ان احنا هنعمل صينيه سمك او رز اللي هي ممكن زي الحله دي كده اللي فيها شوك. هتسلكي الشوك ولا هتاكلي بقى بالرز؟ ما ينفعش، لازم يكون اي نوع. ممكن تعملي بالجمبري، اي حاجه فيها شوك. ممكن نعملها ايه طبقات كده، ناخد نص الرز ونحطه هنا نفرده كده. ناخد الطبقة الثانية ونحط الطبقة الثانية من الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. نفرد كده الرز بالراحة على السمك ونحط المية بتاعتها ونحطه على النار لغاية ايه ما يغلي. نحطه مكان هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب بس التوابل كده، نجيب ايه اللي ركن ده نحطه كده، نولع النار. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده نولع النار بقى كده تغلي. نهدي عليها خالص ونسيبها زي ما هي كده، مش هنقلبها. ننظف مكاننا بقى هنا كده. وهنطلع
فاصل صغير ونرجع نكمل بيت وصفاتنا. فاصل ونواصل. على قد دلوقتي رجعنا من الفاصل وانا خلاص كده طفيت على الرز سبته يهدى شويه عشان ايه اقلب الحله بقى وربنا يستر. وهنعمل دلوقتي مع بعض سلطه الطحينه بالزبادي وهنعمل كمان سلطه خضراء وكمان هنعمل ايه عصير مربى العنب تعجبكم قوي ان شاء الله. هنعمل هنا اول حاجه سلطه الزبادي بالطحينه، عندنا طحينه وزبادي وتوم وكمان ايه خل وملح وفلفل. دي مقادير سلطة الزبادي بالايه؟ نجيب دي على جنب كده بالطحينة. دي سلطة الخضرة برضو هعملها دلوقتي. خليها بعيد كده عني. نجيب هنا الزبادي والطحينة. أول حاجة إن احنا هنخلط الطحينة الأول نظبطها في المية. زي ما اتفقنا نحط حبة حبة ونخلط. تحطي مية الأول، تحطي خل الأول زي ما انت عايزة. تتقل وبعدين ترجع تخف تاني. خلي كمان حط ايه ملح وكمون. هحط خل اكتر تاني ليه؟ لان انا هنا هحط للزبادي كمان، يعني دي كده خلي الاتنين للطحينه وللزبادي. ونحط توم حاجات دي بتدي نكهه جميله جدا للزبادي والطحينه كلها. نظبط القوام بتاعها بقى كده. هرسها نهرس ايه قسمتهم كده. بس كده كفايه ونقلبها نحطها ايه بولة اكبر شويه. نحط عليها الزبادي كده وملح وفلفل بس كده. سلطة سهلة جدا بس خفيفة جدا وبتخفف بقى في الاكل جامد، يعني بتخلي الواحد فعلا يحس ان هو خفيف كده حاجات منعشة. حبة ملح وحبة خل فلفل اسود. خل احنا حطيناه خلاص. نقلب ده كله على بعضه كده. حب ميه كمان نحط له حسب بقى نشوف السمك بتاع ايه بتاع السلطه دي ايه. بس كده خلاص. نحط بقى ايه حبه شطه على الوش صغيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. رش رشه كده بس كده.
فرع بقدونس الصغير. ادي كده سلطه الطحينه بتاعتنا، ممكن بس ننضف الطبق كده من جنب عشان نعمل كمان السلطه الخضراء. نجيب بقى عندنا سلطه خضراء، اي خضار عندنا هنعمله سلطه. عندنا طماطم احنا، وعندنا خيار، وعندنا بصل، وعندنا فلفل، وعندنا كمان شبت وايه وبقدونس. اي نوع خضار بقى عندك اعمليه. ناخد طماطم كده، نقطع كم طماطم كده ايه، نعمل طبق سلطه حلو عشان يتاكل مع الرز والسمك. سوري، قطع خيارايا، قطع بصلايا، السلطة بتاعتنا بقى الايه البلدي بلدي يعني. قطع البصلايه كمان، بس كفايه كده، عايزه بقى فلفل حامي حطي بقى، دي تبقى يعني حاميه جدا. الفلفل ده حامي قوي، فلفل رومي ماشي. ممكن نحط ايه حته صغنونه كده خالص، كفايه كده. ناخد البصلايه دول كده، حط كمان حبة ايه بقدونس على شبت، مش كتير برضو كده. ممكن بالمقص كده او بالسكينة على طول، متاخدش اي وقت معانا. تحب تعصري ليمون، ممكن تعصري عليه ليمون، وممكن كمان تحطي خل بس وملح وكمون بس. خلصت دي كده كمان. حط حبة خل، سنة مش كبيرة، وحبة ملح. دي سلطات من النهاردة اللي هناكلها ايه مع السمك، مش محتاجة اكتر من كده. وكمان كمون بس كده. نقلب بقى ايه كل المجموعة دي كده. الخيار والبصل والطماطم وحبة فلفل صغيرين وشبت وبقدونس بس كده. هي طبق السلطة بتاعنا. هنعمل بقى دلوقتي كمان ايه، هنعمل عصير مربى العنب. المربى العنب دي انا عاملاها، عملتها معاكم هنا برضو. انا هعمل منها دلوقتي، اشكل منها ايه عصير هيعجبكم جدا. العنب انا اللي عاملاه، فده حاجه طبيعيه، بس اطلع في الفرن
خلاص كده استوت، انا حطيت لها الكريمه بتاعتها في الفصل اللي قبل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي خلاص كده اهي معانا تورتايه الايه، تورتايه العنب. تبرد بقى خالص وبعدين نبدا ايه نقطعها. نيجي بقى هنا نعمل العصير. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ما تشطش بس علينا. ده بطرمان من مربة العنب اللي احنا عملناها قبل كده، فاكرينها عملنا مربة العنب بالتفاح، هي دي. حطها حبة مية بقى كمان بس كده ونخلطها، هتبقى عصير طبيعي 100%. بسم الله الرحمن كده. يعني انت ممكن وانت بتعملي اي مربى تعملي حسابك ان ممكن تطلعي منها عصير كمان، هيبقى حلو جدا ان شاء الله. كده بسم الله الرحمن الرحيم، ده كمان دي تعتبر ايه درجة حفظ لايه للعنب. ويجي العصير بتاعنا، نجيب بقى الرز بالسمك. بسم الله الرحمن الرحيم كده، نجيب طبق كده ونقلبه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بس كده الحمد لله طلعت سليمة. حط كده، حط لنا بقى ايه حاجة خضرة كمان. يبقى عملنا كمان تورتاية السمك بالرز. ممكن اقطع لها طماطم لو عايزه، ممكن تحط لها خيار، ممكن تحط لها اي شكل، بس كده كفايه. يبقى كده معانا النهارده تورتاية السمك الرز بالسمك، وكمان معانا تورتاية العنب، ومعانا سلطه خضراء، ومعانا كمان سلطه الطحينه، ومعانا ايه نظبط تورتيتنا كده. عشان بس نرممها شويه. تورتيت العنب دي عملناها ازاي؟ هقول لكم مقاديرنا تاني. هنا عملنا تورتيت العنب، تورتيت العنب دي ثلاث طبقات. اول طبقه عملناها من عجينه الطرد اللي هي كوبايتين دقيق وكوبايه سمنه كوباية ربع سكر، وحطينا كمان بضاية وعجلناهم كلهم مع بعض، وبعدين فردناها في الصينية، وبعدين جبنا العنب خدناه غلوة على النار مع ربع سكر أو نص كوباية سكر، وإيه وحطيناها على العجينة ودخلناها الفرن، خدت تلات أرباع سوا طلعناها، حطينا الكريمة اللي عليها من بره دي اللي إحنا عملناها بكريمة لباني وعملناها بسكر بودرة أهي، وضربناها في الخلاط مع صفار بيضتين. انا عايزه ايه احاول اطلع حته كده بس، انا ايه دي سخنه شويه لسه، اللي فوق اللي تحت اه ناشفه زي، بس اللي فوق لسه طري. عايز احط في التلاجة، لازم يتحط في التلاجة يعني كده ايه يعني ساعتين ثلاثه عشان الكريمه دي تجمد.
احنا حطيناها عليها من فوق خلاص. بس كده تسيبها عشان تجمد خالص في التلاجة تتاكل بارده خالص. وبعدين عندنا هنا تورتة السمك اللي هي السمك بالرز، عملنا سمك فيليه وتبلناه في ليمون وملح وكمون بس، وبدينا تعفنه بالدقيق وايه وادينا له وش في الزيت، وبعدين حمرنا بصلايه في الحله وركناها، حطينا عليها السمك اللي حمرناه في الزيت بس عملناه طبقات، طبقه سمك وبعدين طبقه رز وبعدين طبقه سمك وبعدين طبقه رز كمان، عملنا جنبيها سلطه الخضرة بتاعتنا العاديه خالص من الطماطم والبصل وزي حاجه بقى جزر، حط كل حاجه عندك. وكمان عملنا سلطه الطحينه بالزبادي، كوبايه زبادي مع معلقتين طحينه، عملنا سلطه الطحينه عادي جدا وبعدين حطينا عليها الزبادي وتبلناها. وهنا معانا عصير العنب اللي مربى العنب اللي احنا عملناها من زمان، عملنا مربى عنب مع تفاح، حطينا كيلو عنب على نص كيلو سكر وخليناه على النار يغلي لغايه ما بقى مربى، وحطينا معاه تفاح كمان. جينا بقى دلوقتي خدنا بطرمان منه وعملنا منه عصير العنب بالتفاح. بس كده، يا ريت اكلنا النهارده يكون عجبكم، وان شاء الله استنوني بكره هنعمل مع بعض اكل احلى واحلى. واي طلبات تطلبوها مني ان شاء الله على الفيسبوك انا بقراها كلها وان شاء الله هنفذها لكم عملي على التلفزيون ان شاء الله على خير. لقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.